ليلة الإسراء والمعراج، ليلة أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك. وفي مكان مرتفع من أرض المسجد الأقصى توجد صخرة كبيرة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من فوقها إلى السماوات العلى وصولا إلى سدرة المنتهى، لتكون معجزة في تاريخ النبوة غسلت بها أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، موت عمه وزوجته وما لقيه في سبيل الدعوة من أهل الطائف. ولرحلة الإسراء والمعراج دروس وعبر وأهداف تجلت في امتلاء فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم باليقين والراحة والثبات في سبيل الدعوة، كما اطلع رسولنا الكريم على بعض آيات الله الكبرى تكريما له وبيانا لشرفه. وإحياء لهذه الليلة يستحب الإكثار من الاستغفار والذكر، التصدق على الفقراء والسعي لقضاء حوائج الناس والصيام. ليلة الإسراء والمعراج ليلة مباركة لم تكن حدثا عاديا بل معجزة إلهية متكاملة، أيد الله بها نبيه ونصره ليبلغ دينه وينشره.